السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، كنتمنى تكونوا بخير. في فيديو سابق كنت درت لكم طريقة الفصالة ديال القفطان شهد. اليوم غادي نوريكم مراحل اللي دزت منها في الخياطة. أول حاجة اختاريت الوريدات في ثلاثة الألوان كيف ما كتشوفوا، خديت أربعة الحبات في كل لون، واختاريت له هاد الحجيرات، حجيرات اللي مشاو معاه طبعا هما أرجنتي والوسط ديالهم غوز. غادي نشوف الطريقة باش غادي نثبت هادوك الوريدات في الصدر. عندنا النصف العلوي ديال الأمام، عندنا الوريدة ديالنا اللي هي بهذا الشكل، وغادي ناخد إبرة وخيط وغادي نثبت هاد الحجرة في الوسط ديال الوردة عاد باش نشوف الطريقة كيفاش نحطهم في الصدر. وطبعا باش نختصر الوقت انا غادي غير نقول اشنو غندير وغادي ندوز باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. اخترت انني نحطهم بهذا الشكل، ثبتهم بحال هكا متساويين ومسافات بيناتهم متساويه، وغادي ندير ابره وخيط وغادي نثبتهم ونخيطهم مزيان باش ياخذوا الاماكن ديالهم. وندوزوا للمرحله ديال الخياطه بالماكينه. هنا بديت كنخيط فيه بالماكينه. طبعا كانت اول خطوه هي ان نركب السفيفه والبريم في الصدر والكمام، وطبعا نجمع الكميمات ونجمع الجناب. هكذا حصلنا على النصف العلوي، وغادي نجيبو لتحت ديال الكسوة اللي هو الصايا او لاجيب، وغادي نمونطيوها مع الفوقاني مع الكورساج. يعني اول حاجة خص ضروري نتأكدوا من الوسط ديال الصدر يكون متساوي ومقاد مع الوسط ديال الصايا باش ما يجيش واحد ديفو او ديكالاج. يعني نتأكدوا من الوسط والخلف يكونوا محطوطين في الاماكن ديالهم. نثبتوا في الاول بالفنيت ونعودوا ندوزوا بالماكينة. بما انه غادي تكون عندها مضمه فما غاديش نديرو قطن في جهه الحزام، فقط غادي ندوزو بالماكينه نجمعوهم مع بعض باش تولي لينا الكسوه ديالنا قطعه واحده. انا راح اختصرت بزاف، يعني كناخذ لكم غير لقطات وقطعت بزاف ودرت التسريع باش ما يكونش الفيديو طويل، لان الخياطه طبعا كتاخذ وقت. فإلا جيت ندير الخياطه بوحدها فغادي تاخذ لك واحد ساعه ونص هكذا وما كاين لاش. كيف شفتوا هي الكسوه ولات قطعه واحده بعد ما جمعتها. وصلنا لمرحله الجلال الاسفل ديال الكسوه، هي كيف شفتوا في فيديو سابق ديال الفصاله درناها عريضه كلوش بزاف من التحت. وهنايا درت قطن ثلاثه دلوان كيف كتشوفوا، الغوز والتركواز والبيج، نفس الالوان اللي في الوريدات اللي درنا في الصدر. غادي ندوز القطن على التحت ديال الكسوه كامل غندورو، وطبعا قريب للسورجي وباش داك السورجي ينفينيه ويرجع اللور غادي ندير قطن على جوج مرات. يعني غنكمل هاد الدوره وغنبدا دوره ثانيه. كيف كتشوفوا هنا، ها هو درنا القطن على جوج، غادي نكمل بحال هكا باش ينعس السرجي، ومن بعد غادي ندوز بالماكينه حتى خياطه ثالثه لكن بلا قطن. بعد انتهاء من الخياطه بالاله دزنا المرحله ديال الفينيسيون وهي التركاب ديال العقد في الصدر. عندنا شي حاجه كبيره غير شويه، غادي نركب العقد وغندور عليهم القطن ونسد باش نجمع الصدر.
وبهكذا غادي نكونوا انتهينا من الخياطة ديال الكسوة، يعني سالينا منها بمرة. صافي هنايا راني كنسد سليت وها هو القفطان ديال لالا شهد، يعني انتهينا منه في الخياطة بالماكينة. ودابا غادي ندوزو للمرحله ديال الحزام. الحزام في الاول كنت قلت غندير له حزام بالصنف، في الاخير اختاريت انني نديرو غير من الثوب، كيف كنقولوا هذا الشوت الثوب اللي كيشيط لينا، اختاريت ان نصيبو غير من الثوب. قطعت ثلاثه د القطع على هذا الشكل، هذوك جوج قطع غادي نجمعهم بالماكينه بحال هكا، نيتها على جوج وغادي نجمعها وغادي نقلبها. طبعا ما محتاجش نوري كيفاش تقلب لانه واضح كتدير شي حاجه مقصوله شنو، كترجع الثوب اللور. وغادي نخيطو على الحرف، على الحرف يعني بحال قلت واحد مليمتر، يعني الناس اللي كيخيطوا راه عارفين شنو معنى الخياطه على الحرف، كتكون يا اما على الحرف يا اما على نصف سنتيمتر. هكذا صوبت دوك جوج جنان اللي هما اللي غيكونوا من الخلف، يعني هما اللي غادي نحزم، غتكون فيهم الحزمه من اللور، الشكل كيجي ديال البابيو ولا شنو. هذوك الجناب كنت درت واحد 10 سنتيم على 60 سنتيم، هذيك القطعه الوسطانيه كنت درت فيها 40 سنتيم في الطول، والعرض درت واحد 24، طويتها على 4 وخليت واحد قياس واحد سنتيم خارج باش ندخل هذوك القطع بجوج في الجناب، باش ملي نقلب يجيو فينين، يكونوا خارجين من الداخل ديال الخياطه وفينين، ما يكونش الروينه على برا. كيف كتشوفوا هنا راه واحد سنتيم خليته خارج، هذاك غادي نجي نتني بحال هكذا بايدي وغادي ندوز عليه بالماكينه، يكفي انني نجمعه حيت حنا خليناه محلول فقط من اجل انها تجي خدمه فينيا. ودوزت عليه هكذا بالسفيفه، السفيفه اللي شاطت ليا، كيف قلتو بشاط السفيفه اللي شاطت، حتى العقيدات اللي شاطت غادي نستغلوهم. بعد ما دوزت السفيفه على ديك الجهه اللي كانت نيتها باش نفينيها، غادي ندوز السفيفه حتى من الجهه اخرى. هاد السفيفه شاطت، يعني دائما فاش كنخيطو واخا كتحاول تجيب القياس بالضبط اللي خاصك دائما كيكون عندنا بزايد، فعوض ما نرميوها علاش ما نخدموش بها. يعني ما درتش شي طريقه معينه، فقط انني كنخدم غير ماكينه عادي تندوز السفيفه باش نفيني بها وطي واحد الجمليه، وفي نفس الوقت كيف قلنا هي غير شاطت نستغلوها. يعني البنات تعلموا انكم ديروا شي حوايج بحال هكا بساط وصغار للبنيات، كيطلعوا فابور فابور بهذا المعنى. يعني فيما تخيطي كسوة ولا قفطان يشيط لك طرف الثوب تقدري تخرجي منه شي حاجه صافي بسهوله بسرعه ببساطه بزيرو درهم. ها حنا حصلنا على حزام لبنيه صغيره. دابا غندوزو للمرحله ديال اننا نديرو له شويه تزيين. ها هو الحزام بعد ما انتهينا من الماكينه. هنايا عندي عقيدات، العقد اللي شاطو ليا نيت من القفطان. هنا كنفكر فقط اش من طريقه غادي نحطهم، ماشي هذه هي الطريقه باش غادي نطغي، كنفكر وكنقول زعما راه شاط لينا العقيدات وغادي نحطهم، وغادي نضيف ليهم هاد الاحجار. المهم في الاخير اختاريت انني نحطهم بهذا الشكل، درت واحد سنتيم ودرت مقاسات معينه، حطيت واحد النقط وجبت العقده ثبتها في ديك النقطه بالضبط، ودورت عليها العقيق بواحد الطريقه عاديه، يعني تنبات على شكل وريدات. هنا راه غير ساليت صورت عليكم مباشره، باقي ما تصلح ما والو. مهم البنات بغيت نعتذر لاني ما قدرتش نصور القفطان بعد ما تصلح،
كنت فاش يلاه فصلت قلت بلي غادي نصوره، للاسف ما قدتش نصوره لاسباب صحيه. مجرد كملته وديته المصبانه وديريكت عطيته للناس، الى قدرت توفر عندي من بعد صور ولا فيديو فغادي نحطه لكم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.